بتكلفة تجاوزت 60 مليون جنيه مصري أنشئ هذا المتحف ليكون بمثابة قبلة ومنارة ثقافية وتاريخية، متحف يحكي تاريخاً مصرياً طويلاً لتكون الأجيال المتعاقبة شاهدة عليه. بهدف توثيق التراث الثقافي لمحافظة كفر الشيخ والتعريف بتاريخها، كان افتتاح هذا المتحف الذي يحمل اسمها متحف كفر الشيخ، والذي يعد الأحدث في مصر، حيث افتتحه الرئيس المصري في 31 من أكتوبر الماضي. وقد بدأت الأعمال الإنشائية للمتحف عام 2002، لكنها توقفت عام 2011 بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، ثم استكملت في عام 2018. ويتكون المتحف من قاعات عرض تحتوي 735 قطعة أثرية من حفائر تل الفراعين والمناطق الأثرية بالمحافظة. متحف كفر الشيخ طبعاً متحف مقام في إحدى محافظات مصر في الدلتا، وبطبيعة الحال إذن هو لابد أن يرتبط بشكل ما بالسياق التاريخي والجغرافي الإقليمي الذي أقيم المتحف في نطاقه. محافظة كفر الشيخ كمحافظة هي محافظة مستحدثة، لكن المواقع الأثرية في محافظة كفر الشيخ الحقيقة ترجع إلى عصور قديمة جداً وسحيقة جداً. المتحف بيضم عندنا قاعة كبرى اللي هي القاعة الرئيسية، ثم قاعة العالم الآخر. عدد القطع الأثرية المعروضة عندنا هي 735 قطعة، بتشمل متنوع الآثار اللي تم اكتشافها في نطاق محافظة كفر الشيخ من خلال 78 تل أثري اللي بينتشر في ربوع المحافظة. لكن أهم التلال الأثرية اللي عندنا اللي معظم أثارنا منها هي تل آثار الفراعين. تل آثار الفراعين بدأت الأعمال فيه منذ القرن 19، وبالفعل تم اكتشاف منطقة مهمة جدا هي منطقة المعبد اللي احنا موجودين دلوقتي جنب قطعة من أهم القطع المكتشفة فيها، وهو تمثال رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت. وتضم قاعة العرض الرئيسية عدداً من القطع الأثرية التي تلقي الضوء على الحياة ما قبل عصر الأسرات من خلال الأدوات التي كانوا يستخدمونها قديماً، فضلاً عن المهن التي كانوا يشتغلون بها. ومع تجولك في المتحف تجد فرصة للتعرف على العلوم التي برع فيها قدماء المصريين، من بينها الطب والصيدلة وغيرهما من العلوم. عندنا فترينة متميزة جداً بنسميها احنا فترينة الطب والجراحة، ودي بيعرض فيها عدد من الأدوات الطبية والجراحية الهامة جداً عبر العصور التاريخية اللي بتؤكد أن مصر القديم كان عنده تفوق في هذا المجال وباع كبير جداً فيه، أدى إلى أنه يكون ببعض العمليات الجراحية المهمة جداً اللي العالم كلها بيبهروا هذا الأمر في الوقت الحالي. كما تجد أيضاً داخل المتحف المعروضات الأثرية التي تميزت بالدقة والإتقان وتعود إلى العصر القبطي، إلى جانب استعراض رحلة العائلة المقدسة التي كانت كفر الشيخ إحدى محطاتها، وأيضاً تلاحظ تواجداً للقطع الأثرية الإسلامية المتنوعة. العصر القبطي أو الفترة المسيحية اللي بنحاول فيها التأصيل التاريخي من خلال عرض القطع الأثرية لمجموعة القطع الأثرية اللي بتؤصل لهذه الفترة التاريخية، انتهاء بالعصر الإسلامي اللي احنا بنأصله ببعض القطع الأثرية المتمثلة في عدد من المشكوات الأطباق الخزفية، ثم عدد من القطع الأخرى من العملات الذهبية المعروضة بإجمالي عدد 163 قطعة ذهبية. ومن أهم قاعات العرض في المتحف قاعة العالم الآخر، التي توضح معتقدات المصري القديم عن هذا العالم الذي اعتبر أنه يمثل له العالم الحقيقي الذي ينبغي أن يصل إليه سالما بالمكونات الأساسية للجثمان، فكانت فكرة التحنيط. قاعة العالم الآخر بنأصل فيها فكرة إزاي مصر القديم اهتم جدا بأنه يصل إلى هذا العالم الآخر اللي اعتقد أن هذه الدنيا الفانية هي مرحلة عبور فقط وليست مرحلة بقاء، وصولا إلى ما يتنعم في جنات الإيارو اللي سماها بهذا الاسم في اللغة المصرية القديمة
اللي طلب الوصول إليها كان لابد أن يحافظ على جسمانه، لابد أن يحافظ على مكونات الجسم أو الإنسان المصري القديم اللي كان من ضمنها الروح، كان من ضمنها الشو اللي هو الظل، كان من ضمنها الاسم بتاعه الشخصي، كان من ضمنها الغت اللي هو الجسد، اللي أولاه مهمة أولاه أهمية كبيرة جدا من خلال عملية التحنيط والدفن. ويتيح المتحف للباحثين والدارسين التعرف على حقب تاريخية مختلفة تساعدهم على دراسة التاريخ المصري عن قرب. متحف كفر الشيخ يعني فخر لمحافظة كفر الشيخ. أنا واحد من الناس مجرد أن أنا شفت الإعلان أنه تم افتتاح متحف كفر الشيخ ده في حد ذاته اداني يعني فرحة واداني إحساس جميل جدا أن المحافظة فيها حاجة زي كده، وبالأخص أن هنا جنب الجامعة مكان جغرافي متميز أنه جنب جامعة كفر الشيخ، وطلبة كلية أداب قسم آثار وكلية أداب قسم تاريخ بتساعدهم وبتسهل لهم حاجات كتير جدا أن هم يجوا هنا اللي هم الدارسين. مكانه كويس جدا، وكفر الشيخ بقى دلوقتي مكان سياحي يقدر أي شخص يجي يزور المتحف هيستفاد جدا، والمتحف أكتر من رائع فعلا. وحرص القائمون على العرض المتحفي أن يضعوا سيناريو يتناسب مع طبيعة الأحداث التاريخية في المحافظة، فكانت قصة إيزيس وأوزيريس. لجنة السيناريو والمصمم الرائع دكتور محمود مبروك اختار أسطورة حورس وست للتعبير عنها، وأول مرة بتتعمل بشكل أثري درامي. احنا ما حطيناش قطع أثرية وتحت كل منها وتحت كل قطعة معلومات للقارئ، لكن حطينا قطع في توظيف درامي أنها بتعبر عن فصلات ومشاهد محددة في الأسطورة. ويقع المتحف على مساحة تصل حوالي 7000 متر مربع، ويعد إضافة لمحافظة كفر الشيخ يضعها على خريطة السياحة الثقافية في البلاد. أحمد مصطفى الغد، محافظة كفر الشيخ.